توفيق عدادي ثنائية بينه وبين بوسعيد، ضاعت وتحولت هجمة مرتدة سريعة. كوحيلي من الجهة اليسرى، الانطلاقة دائما الخطورة من جانب الأتلتيك عندما الأتلتيكو عندما تكون هناك تحولات سريعة من الدفاع إلى اليسار، هذه واحدة من أو من 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 الدفاع إلى الهجوم على الجناحين الأيسر والأيمن. طبعا هذه من نقاط قوة الفريق أتلتيك بارادو. حميدي، محمد رضا أمامه، عبد العزيز مولاي، يعود إلى الخلف إلى دوار الكرة، وصلت إلى مولاي من الجهة اليسرى، يمرر لبوسعيد أو لتوفيق عدادي، ضاعت على توفيق ولكن تحولت الآن. شو تفاهم بين دوار أيضا، توفيق مساوي إلى التماس. بوسعيد، أشرف عبادة، بوسعيد يجد كروم، كل المساحات مغلوقة أمام لاعبي أولمبي شلف، صعوبة كبيرة يجدها الفريق الأحمر والأبيض في بناء اللعب خاصة من الخلف. المخالفة يقول الحكم، الراية مرفوعة من الحكم المساعد جوبا يعقوب، طبعا يستعمل المهارة ويستعمل الحل الفردي من أجل الحصول على ركلات حرة من مكان قريب. طبعا كان الخطأ واضح من شعيب بالقبول، وبالتالي مخالفة أخرى وخطأ من الجهة اليسرى لمرمى توفيق موساوي. تطراوي والرقابة واحد لواحد، تطراوي مع عدادي، عبد العزيز مولاي وضباري اعتقد هو من سينفذ هذه المخالفة. ستة لاعبين من الأولمبي في منطقة في بوكس أتلتيك بارادو، هل ستأتي بالجديد؟ ضباري في التنفيذ، منفذة في القائمة الثانية، ولكن توفيق عدادي دائما أو توفيق مساوي دائما بتوقع ممتاز، الخبرة والتجربة بالتأكيد، حارس الدولي السابق وقائد الأتلتيك يقف سدا منيعا أمام كرة سوكو. ياسين تطراوي، شوف الأتلتيك دائما يبحث عن لعب الكرة القصيرة، الكرة البينية، يبحث عن الثنائيات ويبحث عن المثلثات، لا يريد أن يلعب لاعبا عشوائيا، لا يريد أن يلعب كرة مشتتة من دون عنوان. كرة الأتلتيك تعتمد على البناء من الخلف وعلى التدرج. مساخ شمس الدين في آخر فرص الشوط الأول، في آخر فرص أولمبي شلف، لعبت بسرعة عليان إلى الركنية، هل سيفعلها أولمبي شلف مع نهاية الشوط الأول؟ هل سيسجل هدفا ويريحه قبل الذهاب إلى غرف تغيير الملابس؟ الركنية هذه ويصفر غربال، صعود كلي طبعا تقريبا للاعبي أولمبي شلف، الركنية منفذة. توفيق عدادي في التنفيذ، هل سيفعلها الأولمبي؟ ولكن توفيق عدادي دائما. أحمد كروم طويلة إلى الأمام بحثا عن عليان، ضاعت من عليان، استخلصها مدافع أتلتيك بارادو بشكل ممتاز. بن معزيز، العودة لمحمد رضا، حميدي وأشرف عبادة هو الأقرب، ثم بعد ذلك تتحول إلى توفيق موسى وإلى ركلة حرة، ركلة حرة لمصلحة أتلتيك بارادو. الصراع ما يزال متواصل بين لاعبي الفريقين فوق الملعب بحثا عن هدف أول، بحثا عن تغيير في النتيجة. شمس الدين الساخ لعقيب، عقيب ممتاز، جوبا
جوبا مراوغ، هذه فرصة، هذه لقطة قد تكون خطيرة لأولمبي شلف. طويلة من أشرف عبادة، هناك لاعب ساقط على أرضية الميدان أعتقد عليان رقم 11 طبعا، والذي دخل منذ دقائق فقط. بينما أولمبي شلف ما يزال يبحث عن الهدف الأول. هنا انطلقت الجماهير، هنا صدحت الحناجر، وهنا عدادي، عدادي يدور بالكرة، هذه فرصة خطيرة للأولمبي داخل منطقة الجزاء، التمرير ثم فرصة، 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 الهدف الأول فعلها الأولمبي أخيرا في الدقيقة 71 في غفلة من دفاعات أتلتيك بارادو. جوبا عجيب يستغل كرة مرتدة من الحارس، توفيق موساوي، ويهز ويشعل المدرجات، تهتز المدرجات هنا بملعب محمد بومزراك. الهدف الأول إذن في المباراة، انتظر الأولمبي 70 دقيقة قبل أن يهز الشباك، قبل أن يسجل الهدف الأول في المدرجات التي انفجرت فرحا وغبطة بهدف جوبا الذي يسجل أول أهدافه في هذا الموسم. هنا الكرة، هنا دار بالكرة توفيق عدادي، ثم مهدها لدباري، ثم بعد ذلك ارتدت من توفيق عليان في المرة الأولى، ثم توفيق مساوي ارتدت منه الكرة عليان أو جوبا عجيب طبعا وجد نفسه في وضعية وجها لوجه من دون رقابة بالقدم اليسرى. بهذا الشكل جاء الهدف لوحده جوبا، لوحده جوبا يسجل الهدف ويفرح على طريقته الخاصة. 1-0 صارت النتيجة. من جانب أتلتيك بارادو خروج متوسط الميدان عبد الحق بن معزيز، التغيير سيكون بعد هذه اللقطة أو تم في هذه اللحظات. الركن، هو هدف التعادل من أول لمسة، من أول تمريرة، من أول لمس للكرة، هدف التعادل الآن في هذه اللحظات. يا سلام، هدف التعادل بشكل ممتاز. أعتقد أن اللاعب الذي دخل منذ لحظات هو من سجل اللاعب رقم 77 من أول لمسة للكرة بالرأس، وضعها في الشباك وسجل هدف التعادل بهذا الشكل. لاحظوا الكرة من أول لمسة، من أول كرة من تطراوي، ثم بعد ذلك ارتقى فوق الجميع، وهدف، هدف التعادل جاء بشكل ممتاز، بشكل رائع. عاد أتلتيك بارادو إلى المواجهة من جديد. هذه الكرة طبعا التي جاء على إطرها هدف التعادل بهذا الشكل. أعتقد اللاعب الذي نعم في الدقيقة 77 وهو الذي يحمل الرقم 77، إذن التعادل الآن. تتجه المباراة مشاهدينا متابعينا إلى تعادل إيجابي بين الفريقين. طبعا التعادل يبدو مرضيا للفريقين، للتشكيلتين. يوبا لم تنتهي المباراة بعد، صراع الوسط يتفوق فيها أتلتيك بارادو. كرة لكرميش من الجهة اليسرى، يتسلل على بولبينا،